بوليدة كانت قمة في الروح الرياضية واللعب الجميل والنظيف. أبناء سكيكدا كانوا مبادرين إلى صنع الحملات الساخنة بداية من دقيقة 11، وهذه المحاولة لقمرود ودريفل الذي ارتطمت كرته بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس البوليدي والضاحة. شبال المدرب اليمين بوغرارة وصلوا العمل الهجومي، فكانت هذه المحاولة ليوسف خوجة والتي أثمرت بركنية. يوسف خوجة خاطب الشباك أن تكون رحيمة بالشبيبة، الشباك استجابت، الركنية نفذت، ومسعودان برأسية وبروعة جميلة حول الكرة إلى هدف جميل لصالح الشبيبة، والفرحة كانت كبيرة كما تشاهدون. اتحاد البوليدة جاء رد فعله في الدقيقة 28 بواسطة هدف، والحارس قاسم كان في المكان المناسب. نلعب الدقيقة 29 وكرة ثابتة للشبيبة، يتولى تنفيذها قمرود، يضع الكرة مباشرة على رأس يوسف خوجة، والأخير يضيف الهدف الثاني لصاحب الأرض. الدقائق الأخيرة من هذه المرحلة الأولى كاد الاتحاد البوليدي أن يعدل بعد تنفيذ مخالفة رائعة لهدف، والحارس قاسم تصدى بروعة. كاد إبراهيمي كذلك بعد تنفيذ وبعد استقباله لكرة ثابتة أن يدك شباك قاسم، ونهاية المرحلة الأولى بهدفين نظيفين لصالح رفقاء القائد زكريا بن حسين. المرحلة الثانية ودخول قوي لابناء البوليدة، والكبوب هنا ضيع هدفا محققا ليرد يوسف خوجة من جنب المحليين، والحارس وضاح تصدى بصعوبة. آخر المحاولات كانت في الدقيقة 85 لصالح الشبيبة، وكان وراءها اللاعب البديل يعروج الذي سدد بقوة، والعارضة الأفقية تدخلت نيابة عن الحارس وضاح لتنهي مسار المباراة بتفوق نظيف ومنطقي لصالح ابناء الشبيبة، هدفان دون رد. تفوق نظيف لشبيبة السكيكدية.